السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. قبل ما يبدا المقطع عندي لكم اعلان البطولات AFK. بطولات AFK منها بطوله روكت ليج اللي بتكلم لكم عنها اليوم. طبعا اللي صار انه خلصوا التصفيه الاولى، راح اشرح لكم الحين متى التسجيل في التصفيه الثانيه ومتى التسجيل في التصفيه الثالثه، بوريكم كل شيء في موقعهم. طبعا التصفيه الثانيه راح تكون تاريخ 14/8/2021 الساعه 7 مساء، والتصفيه الثالثه راح تكون 21/8/2021 الساعه 7 مساء. فاي واحد ما سجل يلحق يسجل، سواء تبغى التصفيه الثانيه سواء تبغى التصفيه الثالثه، سجل بالشيء اللي تبغاه، واهم شيء انك تلحق البطوله لان جوائزها مجموعها 20,000 ريال. انك تلعب شيء تحبه مثل روكت ليج تفوز بجوائز مجموعها 20,000 ريال. اشوفها فرصة جدا خرافية للناس اللي يشوفون انهم لعيبين روكت ليج. فروابط في الوصف لاي شيء تكلمت عنه اليوم. بنفس الوقت مثل ما تشوفون على اليسار فوق مكتوب تحتاج مساعدة انضب لنا. اي حد عنده استفسار اضغط على الايقونة هذه وراح يدخلك الديسكورد حقهم. اي شيء بالك تبغى تسألهم اسألهم هناك، فعشان ما حد يكتب لي اي شيء ديسكورد خاص فيهم، اسألوهم اي سؤال عن البطولة. طبعا اهم شيء انك تشوف النظام القوانين للبطولة قبل ما تسجل. هنا مثل ما تشوفون القوانين، اضغطوا عليها واقروا القوانين كاملة قبل ما تسجلون عشان ما تجيبون عيد. يعني التصفيات الثانيه مثل ما قلت لكم 14/8/2021، التصفيه الثالثه 21/8/2021. طبعا كلها راح تكون الساعه 7 مساء. طبعا التصفيه الثالثه التسجيل ينتهي تاريخ 21/8/2021 اللي هو يوم البطوله، لكن راح ينتهي الساعه 1 الظهر. فنصيحه سجل من الحين سواء التصفيه الثانيه او الثالثه، الحق عليها. مثل ما تشوفون المركز الاول 10,000 ريال، المركز الثاني 6,000 ريال، المركز الثالث والرابع راح يكونون 2,000 ريال، مجموعها 20,000 ريال. يمكن تاخذ مركز الرابع 2,000 ريال والله العظيم طيبة، لكن انا اثق فيكم واثق ان واحد منكم اللي يسجلون راح ياخذ 10,000 ريال باذن الله. يعطيكم العافيه، طولت عليكم، اخليكم مع المقطع. سيزن جديد يا بابي. اوكي، برونز، سيلفر، جولد، بلاتينيوم، دايموند، تشامبيون، بس ما في جراند تشامبيون للاسف. اوكي، هدايا، حلو. ودك ما ادري وش هذا. نايس، خل نروح النيوز. سادل اب فور سيزن 4، سيزن رابع. شوف لوكتين عليها زي الكيب اللي هو الوشاع اللي ينحط ورا، والله العظيم شكله رهيب. ولا راح يكون في الصحراء، لو تلاحظون كل اللي حوله جبال، فتخيلوا السيزن كيف بيكون. والله ما جاني جواز. صورة كيمياء اهم شيء في حسابي الثاني الاساسي، هذا حساب من الصفر، لكن للحين ما شفنا شيء. اتوقع ان هذا هو، بس ليش سيلفر ودايموند وذا؟ موصل تشامبيون انا. طيب وديني على الدوبي تو، وديني وكوب من القهوه. اسمع القهوه البارده، اسمع انا جاي متحمس، انا بطق الخصم طق. اوكي، وات نقاط قويه كم؟ 420 بس، واللي ضدي كله ب 1000. والله نت فير والله. اوكي، ليش ما طقيت هذه اللحظه؟ شوت نايس يا ساتر. امشي هوي موجود تكفى. ايوه العيد يا ساتر. نضرب نضرب خلاص تفجير يا ابني. انا اكتبه نايس بلاي، قاعد اقول لهم نوت فير يعني نقاط 420. وات سيف. ايوه يا خلاص خلني في حالي يا اخي. والله اني بصدمه بس فجاه لف. يا عيني القوم قريت باس. نايس قريت باس. والله العظيم اني حسيت اني بغيت اجيب العيد. قاعد يفجرون وما ادري ايش يسوون. لازم ناخذ. اوكي بلك. نايس نايس. عيني عيني عيني. مش ذا البدايه الغريبه. الله بدايه غريبه. كيك اوف حقه بدون ما يسوي فليب ولا شيء، عشان كذا مستغرب انا. اوكي والله يرجفني رجفه يا ساتر. وات شلون صده هو؟ اقبل. الله قار شو تكفى اجبيد. الله ياخذ بيزك. وات اللاج. هاي الحظ، اقسم بالله نطيت. شوف اللاج اللي جاء، شوفون وداني. والله يا نت حرام. ايوه تكفى. جي جي والبلاد. والله العظيم حرام، نت جاب فيني العيد قسم بالله. اوكي يلا. وش الحركة يا خوي؟ الله غريب. بيصدم خوينا. امشي. شو الهدف؟
لا مو بهدف. ايوه يعني تكفى هدف تكفى ناشوت والله كلوز اقسم بالله ما قصرت. امشي اسست اسست يا الهي هذا كم مع بوست 3 مليون بوست. ايوه شطف 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 تكفى خوي وين شطف حلو والله يمديك تكفى. يا ساتر الجيم قولك خربها مره ذا نوش. يا ساتر يا ساتر والله ما ادري ايش اسوي انا. بطني يوجعني ايش الجيم والله ما معك يا اخوي انا ابو بوست انا اسف. يمين تكفى لا تكفى لا هنشوف الايتم شوب حط كود بي اس ال اهم شيء يعني وقت لي اكسشنج الرابط في الوصف. شضبطه ما ضبطه شيء حرفيا. لحظه خلينا نتاكد نحط ارتو كود بي اس ال اوكي عشان لو بغيتوا تشترون باتل باس اي شيء موجود هذا اكسشنج دي اس ار و500 كريدت وكفر بلاك والله الكفر ديم مع الفينك والله ديم كل هذا ب 19 ريال بس ركت ليك اكسشنج ارخص اذا تشترون لين عاد بدو يسال. الايام الاولى باءت بالفشل نلعب بلوكتي العاديه ولا نجيب العيد ما في اي فرق في سيز جديد ما عدا اللوبي اللوبي بس اللي هو الرمل. هل بيسوون حدث هل بيسوون شيء في الروكت ما ادري يعني مع الروكت ما اتوقع انهم يسوون هذه الاشياء لكن يمكن يضيفون ماج جديد يمكن. يلا روح خوي اوكي يا ساتر السيف يا ساتر يا سيف. لا خوي اوكي ولو ما صدمني هنا كان الامور طيبه بس سيف جاء تريد بعده اوكي خوي نفك حلو يعطيك العافيه. سيز جديد ان شاء الله هدف. ثلاث ايام بات الفشل يا شباب اعطونا سيزون اعطونا ما بات اعطونا اي شيء عادي ما عندنا مشكله. يا رب يا كريم ان الجيمين هذه نفوز فيها لان الحظ للحين مولي. اي جتت كيك اوف جامد خوينا يطير ما ادري ليش. اوكي المفروض اني انط من فوقه لكن عاد شو نسوي؟ طيران خوينا وانا غاسل ايدي. قولك نايس شوت يا القهر والله كانت النية اني اطقها من تحت السيارة عشان تكون جامدة. فجت شباب والله اللعبة ذا مريض جدا. نايس شوت يا ساتر والله ما ادري ايش اسوي في حياتي انا والله حظي هذا اليوم في المقطع يضحك كذا يعني من قبل ما انه مخيس يضحك. هدف بعد الشوت هذا اللي اسميه ممكن يصير بوست. شوف قاعد امشي بصفر بوست بس عارف انه تجي كذا. حبيت الخمه حاول نلحق اوكي ساتر بغت تجي بعد امشي تصدم قبل شوي ما فيه ما فيه السن بالسن والعين بالعين وال الهدف ان شاء الله جاي اوكي السلكان هدفه حلو بس شلون ما تفجر ابي افهم. ها وات ناشر مشاكل تصير بسبب التلاق ما ادري وش هي. ايوه 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 ان شاء الله هدف يا ساتر. ايوه تكفى لا جي جي بالبيت الله جي جي اخر دقيقة اقسم بالله البنج ذبحني بشكل مو طبيعي. امشي يو يا شوتة وات يا شوتة المثلث ما تعودت اني اشوت زي كذا هيك لي بس اوب اوكي والله خوينا صامل قاعد يخش على كل الكور. والله نايس اخيرا جيم خامس بعد اربع محاولات ما يقول لك ثابتة الخامسة ثابتة. الاول فجر الاول فجر الثاني بالغلط والله راح فجر هذا الاول بس نط يوم جيت الثاني بس طقيت الكورة فجر كذا مجانا.
لا داعي يا خوي نكتب له نو بروبلم اوكي. وين قاعد يخش على كل كور مو قاعد يعطيني مجال اني اخش حتى. في ميزه انه ما يخلي الخصم يعني يتهنى بذا، بس انه بنفس الوقت يا اخي معك خوي يعني. ايوه وعاطي خير نايس شوت. والله جيم خامس جميل جدا. اعطيه جيم سادس شو رايكم؟ انا اقول نعطيه جيم سادس. اعطيه جيم سادس بما ان يعني خسرنا اربع ايام وفزنا بالجيم الوحيد هذا فورفت، فنعطيه جيم سادس ونشوف كيف اللعب ان شاء الله انه يكون كويس. اوكي طلع هدف. اوه دام والله جد زي ما ابي. ها ايش قلت انا؟ جد زي ما ابي. اوكي اي الكذب هذا. هاي شوت والله كلوز وان. بغيت اخربها بس الحمد لله اني نزلت السياره. انا ما ادري ايش صار بالضبط هنا. يوه اوكي 1 في 1 جولك. اوكي هذا ليش مستقعد لي؟ طيب خلني اطير. تبليك الخصم، تبليك الخصم الثاني واللاعب النظيف. الاستهتار بالخصم، الاستهتار بالخصم الثاني، استهتار بالخصم الثالث وشوت. استهتار بخصم الله يحرمنا منه. وات اوكي خلينا نشوف. والله العظيم ما قصر خوينا. دي جي هذا اللي اكره بالكوم، الواحد اذا كانت نتيجه كبيره ما ينسحب. اوكي كلوز وان. نايس شوت. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا. الامانه سيزن ما في اي تغيير حاليا، بس يقولون ترى بيصير في اشياء منها هذا الصحراء اللي قاعد تشوفونها القاحله، احتمال يكون في ماب زي اللوبي، فراح اشوف هل الماب يعني يكون كويس ولا لا، لان يمكن نكره الماب على طول اول ما ينزل. لا تنسوا كود الايتم شوب بي اس ال، موقع روكت ليج اكسشينج، رابط فلوس كود بي اس ال يخصم لكم 3% داخل الموقع، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. ايش بتشتري؟ روح موقع روكت ليج اكسشينج واشتري الكريدت من هناك، وباذن الله تطلع بفائده كبيره من ناحيه الخصم اللي بيجيك. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير في امان الله. سلام.